ايه يا عم في ايه يا عم؟ هو ده وانت حد تسيبوني نايم؟ الو ايه يا عم الزفت؟ ولك يا زميكس عايز ايه بس؟ تيجي نخرج يا اسطى. نخرج مع بعض يا عم؟ انا نايم اصلا يا عم، مش قادر اقسم بالله يا عم. بقولك ما تيجي نخرج. نخرج تاني مع بعض يا ابني؟ بقولك نايم. انا سيبني نايم، بس سيبني نايم دلوقتي. عايز تنام ايه يا ابني؟ يا ابني وانت كل يوم نايم كده يا عم. سيبني نايم بقى يا عم. لهو عليك يا ابني، اصحى يا ابني شويه. ماشي بفوقك. طب خد دي. ابني في ايه؟ والله هقفل في وشك. اقول لك والله هقفل في وشك. يلا سلام، ما تتصلش بقى تاني. يلا يا عم خد في داهيه بقى. روح دي. إذا الباب مفتوح، الباب بتاعه مفتوح، لسه هخبط عليه. المهم بالله عليك يا مواسمين بقى، بالله عليك بجد عشان عايز امشي.